لقاك رسول الله لي لقاك رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله. يزيل بالتأثير على المية. بس برافو يا احمد كده بيقشر بالفرشه بحيث ان الفرشه يبين تاثير الكشف. برافو يا احمد كمل. برافو احسنت برافو عليك ما شاء الله. اول مره يمسك الفرشه ما شاء الله. هنا برضك لازم نبين بالفرشه ونبين تاثير الحضار على المي. هنا هنعمل ظل الشجر. طبعا الشجر الرسمه كلها خضراء لازم نعمل لها حاجه لون كده جميل. فدخلنا البرتقاني والاحمر والابيض عشان نعمل تاثير للشجر ونظهر الظل والنور.